الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. تظاهرات بين ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، وقطع طرقات في النجف والطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر أكبر موانئ العراق. الرئاسة اللبنانية تؤكد وجود 18 ملف فساد قيد التحقيق، تشمل ارتكابات مالية وهدرا وفتح معظم الطرقات في البلاد. الحكومة الإيرانية تتحدث عن استخدام أسلحة وعنف ممنهج خلال الأحداث الأخيرة، وموسكو لا تستبعد تأثيرا خارجيا. رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة يعتذر عن عدم التأليف، والأمير يقيل وزيري الدفاع والداخلية من مهاميهما في تصريف الأعمال. اشتباكات بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا ومسلحين شمال عدن، ورئيس حكومة هادي وعدد من وزرائه يعودون إلى المدينة. سالم الله يرحمه، براس الله يرحمه، عمتي الله يرحمه، وسيم الله يرحمه. الميادين في منزل عائلة السواركة، أوجاع أسرة مزق الاحتلال أجساد أطفالها في مشهد لا يغيب عن ذاكرة الغزاويين. أهلا بكم. البداية من التطورات العراقية والتظاهرات المتواصلة في بغداد ومحافظات عديدة، وللمزيد من التفاصيل ننتقل إلى موفدنا إلى العاصمة العراقية دائما عبد الرحمن عز الدين. إليك عبد الرحمن، تفضل. شكرا لك علا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه النافذة التي نقدم عليكم مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أفاد مراسل الميادين في بغداد بأن تحركات المتظاهرين تتركز حاليا بين ساحتي التحرير والخلاني، ولفت إلى أن المتظاهرين موجودون عند الجسور الثلاثة، الجمهورية والسنك والأحرار. كذلك قطع متظاهرون تقاطع جسر المطار وأغلقوا شارع نجف الكوفة بالإطارات المشتعلة. إلى ذلك طالبت قيادة عمليات البصرة من المواطنين التعاون والتنسيق لفتح الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية، فيما لا يزال الطريق إلى ميناء أم قصر مقطوعا. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا على مستوى التطورات على الأرض بموضوع احتجاجات المتظاهرين وأيضا فيما العاصمة العراقية بغداد، مراسل الميادين محمد الفهد. أهلا بك محمد. إذن على مستوى التظاهرات خاصة في بغداد، هناك تحركات على الجسور الثلاثة، الأحرار والسنك والجمهورية. كيف تبدو الحالة في بغداد في ظل هذه التظاهرات يعني تحركات المتظاهرين، وأيضا على مستوى المحافظات الأخرى إن كان البصرة أو كربلاء، وماذا عن الحراك السياسي في هذه الفترة؟ نعم عبد الرحمن، المشهد في العاصمة العراقية بغداد سجل اليوم هدوءا نسبيا وعدم احتكاك بين المتظاهرين أو قوات مكافحة الشغب. الثابت في التظاهرات بغداد أن ساحة التحرير والمطعم التركي وبداية جسر الجمهورية هذا يشهد هدوءا منذ أيام، ولم يشهد أي حوادث أو احتكاك مع قوات مكافحة الشغب أو القوات الأمنية الأخرى التي تقوم بإغلاق جسر الجمهورية. قبل يومين من الآن انتقل المتظاهرون من ساحة التحرير إلى ساحة الخلاني ثم إلى جسر، بداية جسر السنك ومرآب السنك الذي تحول إلى تجمع للمتظاهرين. أيضا هذا المكان لم يشهد احتكاكا حتى اللحظة، وهنا يتجمع المتظاهرون بخط متصل من ساحة التحرير حتى ساحة الخلاني وصولا إلى السنك. الذي استجد يوم أمس أن المتظاهرين وصلوا إلى جسر الأحرار القريب والذي يربط الرصافة بالكرخ وسيطروا على بداية الجسر، ثم قامت قوات مكافحة الشغب بإبعادهم وحدث احتكاك وإطلاق قنابل المسيلة للدموع. لكن عاود صباحا اليوم المتظاهرون ليقفوا عند بداية جسر الأحرار، لتتحول الآن التظاهرات على شكل امتداد خط في شارع الرشيد ابتداء من المطعم التركي وصولا إلى جسر السنك وامتدادا إلى
الأحرار في هذا الشارع، هنالك حركة للمتظاهرين وفي بدايات الجسور الثلاثة. فيما يخص المحافظات الأخرى، البصرة قطع صباحا المتظاهرون الطرق الحيوية التي تؤدي إلى بعض المصافي والموانئ ومنها ميناء أم قصر، لكن بعد ذلك تم فتح هذه الطرق من قبل قيادة عمليات البصرة والشرطة، وأيضا المتظاهرون هم فتحوا هذه الطرق. بحسب قول المتظاهرين بأن هذه التحركات الصباحية هي تهدف إلى منع الموظفين من الوصول لأماكنهم ضمن إجراءات الضغط ربما على الحكومة وعلى المعنيين من أجل تلبية مطالبهم. لكن الثابت أيضا في المحافظات أن هنالك ساحة لتجمهر المحتجين والمتظاهرين أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة، وهناك مناطق أخرى هي من تخرج وتقوم بالتظاهر وكذلك الاعتصام وقطع هذه الطرقات. أيضا كذا الحال في محافظة النجف عندما قطع متظاهرون تقاطع مطار النجف الدولي، كذلك عدد من الطرق، وأيضا تم فتح هذه الطرق بحسب معلومات، لأن المتظاهرين ربما يحاولون إرسال رسالة من خلال قطع هذه الطرق ضمن مسعاهم لعصيان مدني أو إضراب عن الدوام، كذلك في محافظة كربلاء والديوانية والحلة. على المستوى السياسي عبد الرحمن، هنالك حراك لمن قطع القوى السياسية على مستوى السلطة التنفيذية، هنالك اجتماعات وكذلك تنفيذ لحزم إصلاحية تم إطلاقها مؤخرا من قبل الحكومة العراقية، على مستوى إطلاق بعض التعيينات، على مستوى مناقشة بعض القوانين وعلى رأسها قانون الانتخاب وما إلى ذلك. أيضا السلطة التشريعية في اجتماعات مستمرة للجانها المختصة على مستوى لجنة تعديل الدستور واللجنة القانونية التي تسلمت قانون الانتخابات وقانون المفوضية الانتخابات، وأيضا بحسب هيئة رئاسة مجلس النواب بأن هذه الجلسات ستستمر لحسم بعض القوانين التي هي خارج مطالب المتظاهرين وبعضها بتماس مباشر لحياة المواطنين والبعض الآخر يتعلق بما يريده الشارع. كذلك الرئاسة العراقية بين الحين والآخر تمد جسور اتصالات وتواصل واجتماعات مع مختلف القيادات العراقية من أجل إيجاد مخرج وحوار وطني للخروج من هذه الأزمة. لكن بطبيعة الحال أيضا عبد الرحمن أن حتى اللحظة كل ما تقوم به العملية أو الحكومة أو الجهات الأخرى في العملية السياسية والنظام السياسي العراقي حتى اللحظة لا يزال الصدى ضعيف لدى الشارع العراقي، صدى هذا الحراك والإجراءات وكذلك الإصلاحات التي تسميها بعض السلطات العراقية، حتى اللحظة لا يزال الصدى ضعيف. بحسب المراقبين أن هذا الضعف ربما نتيجة لغياب أي خطوة كبيرة داخل النظام السياسي العراقي، كأن تكون على مستوى تعديل الدستور والإعلان عن هذا التعديل، أو على مستوى مكافحة الفساد كأن تكون مثلا اعتقال شخصيات كبيرة ومؤثرة كي تكون رسالة ربما من الحكومة إلى الشارع بأن هذه الإجراءات هي ماضية وأن ضغط الشارع أتى ثمارة. حتى اللحظة هذه الحلقة مفقودة التي يسميها المراقبون بأن حلقة الثقة ما بين الشارع والحكومة حتى اللحظة تحتاج إلى مزيد من الخطوات من أجل تعزيزها. أيضا بالمجمل هنالك يعني إجماع من قبل المتظاهرين في الشارع وكذلك من قبل الجهات الفعالة العراقية على المستوى السياسي الدين الشعبي ما إلى ذلك أن الحراك السلمي هو السبيل الأنجح إن كان للعمل الحكومي وإن كان للمتظاهرين لأخذ حقوقهم وإن كان للعراق أجمع من أجل عدم السماح لأي مشروع ربما أو محاولة لحرف المسار وإدخال البلاد في أزمة في تعقيد أكثر. بالتالي الطريق السلمي هو الذي سيكون ناجحا لأخذ الحقوق ومحاسبة الفاسدين ودعم من يحاول ربما إصلاح العملية السياسية والقيام بواجباتها التنفيذية التشريعية وما إلى ذلك وإصلاح النظام بشكل عام. نعم درق. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين من العاصمة العراقية بغداد محمد الفهد على كل هذه المعلومات والتفاصيل. أعلن رئيس كتلة السند الوطني في العراق أحمد الأسدي أن الكتلة قررت التخلي عن وزرائها لصالح رئيس الوزراء من أجل تخويله إجراء أي تعديل يراه مناسبا. وفي تصريحات خاصة بالميادين أشار الأسدي لأن هذا القرار سيتم الإعلان عنه خلال يومين. حواراتنا بشكل يومي بين الفتح وفتح والنصر والقانون والحكمة وحوارات داخل مجلس النواب مع سائرون، لكن على مستوى رؤساء الكتل أو زعماء هذه التحالفات، ووصلنا إلى قرار بأن نعلن بشكل واضح باعتبار أن المرجعية أشارت إشارة واضحة وأن الشارع الذي من لا يسمعه به صمم بالتأكيد يتحدث في أولى ما يتحدث عنه عن المحاصصة أشارت إلى ضرورة الابتعاد عن المحاصصة والخلاص من هذا القيد
الذي أضر كثيرا بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي للشعب العراقي. لذلك سنعلن ربما غدا أو بعد غد بشكل واضح تخلينا عن المواقع الحكومية لصالح السيد رئيس الوزراء وله نخول السيد, نخول السيد رئيس الوزراء إجراء أي تعديل يراه مناسبا، تغيير وزير 5، 10، 22 كلهم له ذلك. الأسدي طالب بقانون ينتج عنه برلمان يخدم الشعب وفيه فرصة التنافس الحقيقي وليس الاحتيال على الناخب والالتفاف عليه وفق تعبيره. خلال اليومين الماضيين عقدنا اجتماعات متواصلة ومستمرة، نتائج هذه الاجتماعات أننا سنذهب في الأيام القادمة إلى البدء بتعديل قانون الانتخابات بمجرد وصوله من الحكومة، وسنضع توقيتات زمنية أستطيع أن نقول أنها لن تتجاوز بأبعد الأحوال نهاية هذا العام. يعني أفهم منك أنه عدة أسابيع للتصويت على قانون الانتخابات، للتصويت على قانون المفوضية وتعديل المفوضية، وهنالك رغبة قد تصل إلى مستوى القرار بتبديل كل هذه المفوضية بما فيها من أخطاء ومخالفات شائعة ومعروفة لدى الجميع. لذلك قانون الانتخابات أتوقع أننا سنصوت عليه ما قبل نهاية عام 2019. من جهته أكد القيادي في التيار المدني جاسم الحلفي أن المطلوب اليوم هو القيام بخطوات عملية فيما يتعلق بمكافحة الفساد لإعادة بناء الثقة لدى المواطنين، معتبرا أن من الممكن إقالة الحكومة الحالية وتأليف حكومة جديدة. الناس تعتقد أن هذه الحكومة هي غير جديرة بتحقيق هذه الإصلاحات ومطلوب أن تحققها حكومة أخرى، فلماذا لا؟ إذا كانت قدرة عند هذه القوة أن تستطيع أن تغير 20-22 وزير، فلها نفس القدرة أن تخير رئيس الوزراء إذا كان هذا التغيير هو الذي يعيد الأوضاع الطبيعية إلى وضعها ويمشي في الإصلاح إلى حركته. ضد التدخل الأجنبي بكل الأحوال، ولا يمكن أن نقبل التدخل الأجنبي، ولا أعتقد يعني بهالموضوع المهمة. يعني عندكم معلومات عن تدخل أجنبي؟ أي متظاهر عراقي لا يقبل بالتدخل الأجنبي. نحن نشعر أنه جزء من مأساتنا هي التدخلات الأجنبية في بلدنا، فنرفض التدخل جملة وتفصيلا. أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال بحق نائب عراقي. القرار الصادر بحق النائب طلال الزوبعي يشمل منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وقد صدر أمر القبض استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وفي شأن عراقي آخر، أفاد مراسل الميادين بأن قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي احتجزت عددا من عائلات داعش أثناء عبورها محافظة نينوى قادمة من مخيم الهول السوري. ولفت إلى أنه تم عبور هذه العائلات بمساعدة مهربين، وقامت قوة الحشد بتسليمهم إلى القوات الأمنية المختصة لإجراء التحقيق معهم. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة، قدمناها إليكم مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. الموعد يتجدد عند 6 بتوقيت القدس الشريف، 7 بتوقيت بغداد، وبرنامج من العراق. أما الآن فنعود إياكم إلى استديوهات الميادين والزميلة علا ملح. كل الشكر لك زميل عبد الرحمن عز الدين، والشكر موصول لكل فريق قناة الميادين في بغداد. إلى الشأن اللبناني، أفاد مراسل الميادين بأن القوات الأمنية منعت متظاهرين من الوصول إلى محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت للتظاهر احتجاجا على تدخلات واشنطن في الشؤون الداخلية للبلاد. هذا وشهد عدد من المناطق في لبنان اليوم تظاهرات ووقفات احتجاج أمام مؤسسات حكومية وشركتي الاتصالات وفي ساحة رياض الصلح، فيما أعاد الجيش فتح معظم الطرقات التي أغلقها محتجون ليلا. وللمزيد حول كل ما يجري في أكثر من منطقة في لبنان، معنا من بيروت مراسل ميادين عباس الصباغ. عباس، يعطيك ألف عافية، أخبرنا إذن يعني طيلة هذا النهار ما الذي كان يحصل، ماذا في الساحات، ماذا في التحركات، وماذا أيضا للساعات المقبلة والخطوات المقبلة؟ تفضل.
نعم علا، يعني نحن هنا في ساحة الشهداء في وسط بيروت. الآن تنفذ وقفة رمزية تضامنا مع الصحافي الفلسطيني معاد العرامنة، وعدد من الناشطين والصحفيين حضروا إلى هذا المكان إلى وسط بيروت للتعبير عن تضامنهم مع هذا الصحفي الفلسطيني. أما على مستوى الميداني فنحن اليوم لم نشهد تظاهرات لافتة في العاصمة اللبنانية بيروت أو المناطق. كان هناك تظاهرة صغيرة لعدد قليل من المتظاهرين واعتصام لأحد اعتصام للعاملين في مؤسسات تعنى بتشغيل قطاع الهاتف الخلوي. وأما في على الصعيد الحراك فإن الأنظار تتجه إلى الغد، إلى يوم الثلاثاء الذي بحسب أكثر من مجموعة في الحراك الشعبي قالوا بأن غدا هو يوم المواجهة، يوم منع البرلمان اللبناني من عقد جلسة تشريعية، جلسة كانت مقررة الثلاثاء الماضي، ولكن بسبب التحذيرات والتهديد الحراك المدني بأنه سيقفل الطرق إلى مجلس النواب عمد رئيس البرلمان نبيه بري إلى تأجيلها إلى يوم الغد. بحسب ما علمنا في معلومات للميادين بأن التوجه هو لعقد الجلسة التشريعية غدا الثلاثاء، وأن رئاسة البرلمان طلبت اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل عقد الجلسة التشريعية المقررة غدا وعلى جدول أعمالها. أكثر من مشروع قانون كان الحراك قد طالب به، مثلا مكافحة الفساد، إنشاء محكمة للنظر في الجرائم المالية، قانون العفو العام. الجلسة بحسب معلوماتنا حتى اللحظة ليس هناك من قرار لدى رئيس المجلس نبيه بري بتأجيل هذه الجلسة، حسب معلم لأنه لن يصدر قرارا بتأجيلها لأنه طلب اتخاذ التدابير اللازمة استنادا إلى موقف قائد الجيش اللبناني بأن قطع الطرق ممنوع في لبنان وأن حرية التنقل هي مقدسة. هذا بالنسبة لجلسة الغد. طبعا هناك تحدي للسلطة الأمنية التي بحسب معلوماتنا استدعت أكثر من 2000 عنصر من فرقة مكافحة الشغب إلى وسط بيروت، سيبدأون الإجراءات الأمنية اعتبارا من منتصف هذه الليلة، وبالتالي سيمنع الدخول إلى محيط مجلس النواب. أما المتظاهرون فسيبقون في الساحات. هذا حتى اللحظة قد يطرأ جديد، قد تكون هناك مقاطعة من بعض الكتل النيابية ما يمنع انعقاد الجلسة بسبب عدم توفر النصاب. هذا متروك لمساء اليوم والمواقف التي سيطلقها أيضا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. أما بالشأن الحكومي تردد أن هناك لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. بحسب ما علمنا بأن لا موعد محدد لهذا اللقاء على الأقل في هذه الساعات. هناك مشاورات صحيح، هناك بعض التفاؤل بإمكانية الدعوة لاستشارات نيابية، لكن حتى اللحظة لا موعد محددا لهذه الاستشارات. وأنه بحسب ما قال مصدر مقرب من الرئاسة اللبنانية للميادين أن موعد الاستشارات يصدر في بيان عن رئاسة الجمهورية، وبالتالي لم يعطي أي موعد لهذه الاستشارات. نحن علا أبرز ما يمكن القول بأن غدا يوم يحمل الكثير من الدلالات على صعيد الحراك المدني والمواجهة مع البرلمان اللبناني إذا استمر كل طرف على موقفه. صحيح. كل الشكر لك زميل عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا من ساحة الشهداء في وسط بيروت. أفاد مراسل الميادين في النبطي جنوب لبنان بمعلومات عن إمكانية تحديد موعد جديد لاستجواب العميل عامر الفخوري يوم الخميس المقبل. العميل الفخوري غاب عن جلسة استجوابه في محكمة بالنبطي اليوم بعد ادعائه التعرض لوعكة صحية، وقد استمع قاضي التحقيق الأول إلى إفادة الأسير المحرر نبيه عوضة. جلسة الاستجواب تأتي بناء على الدعوى الشخصية المقدمة بحق الفخوري من عدد من الأسرى بجرائم القتل والإخفاء والتعذيب والخيانة. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع إن قرار رفع سعر الوقود خطوة صعبة لكن إيجابياتها ستظهر على المدى البعيد، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن سياق تحقيق السياسات العادلة من قبل الحكومة. ربيع قال أن الاحتجاج حق لكل المواطنين مع ضرورة التفريق بين المحتجين ومثيري الشغب، مؤكدا تسجيل استخدام أسلحة نارية وحالات عنف ممنهج وهجوم على عناصر الأمن والشرطة، مضيفا أن من يحمل سلاحا لا تعنيه الهموم المعيشية.
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن دعم وزير الخارجية الأمريكي للشغب في إيران كشف سلوكه المخادع والمنافق للشعب الإيراني، ولفت إلى أن الهدف الأمريكي في إيران ليس إلا زعزعة الأمن. لاريجاني أشار إلى أن البرلمان من خلال إجماعه لن يفسح المجال للاضطراب في البلاد، مضيفا أن المرشد خامنئي أوضح المسار لتحرك المواطنين والمسؤولين في الأحداث الأخيرة. في غضون ذلك ومع بدء تطبيق قرار رفع سعر البنزين، دعوات رسمية إلى شرح تفاصيله والتخفيف من أعبائه الاقتصادية على المواطن. ملح مريع. مرة أخرى يشعل قرار رفع الأسعار على البنزين شرارة الاحتجاجات في إيران. مدن عدة شهدت اعتراضات لم تسلم من أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أحرق المحتجون مصارف ومتاجر. لكن يبدو أن القرار لن يلغى برغم هذه الاعتراضات لأهميته الاقتصادية كما يقول المسؤولون في إيران. يجب النظر على نحو إيجابي إلى قرار رؤساء السلطات الثلاث. أنا لست مختصا في هذا الشأن، ولكن إذا قرر أصحاب السلطات الثلاث ذلك فأنا أدعمهم، وعلى المسؤولين تخفيف المشاكل الناتجة من هذا القرار قدر الإمكان ومنع رفع أسعار السلع. سعر البنزين في إيران هو الأرخص عالميا، ما أدى برأي خبراء إلى زيادة الهدر وتهريب هذه المادة إلى خارج البلاد، وهذا ما دفع بالمجلس الاقتصادي الأعلى إلى اتخاذ هذا القرار على أن توزع عائداته على 18 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود. وبرغم أهميته الاقتصادية الإيجابية على شرائح واسعة من الإيرانيين، أثار التوقيت والأسلوب انتقاد البعض. هناك اعتراض على توقيت تطبيق القرار وأسلوب التطبيق، ولكن كلنا الآن ملزمون بحسب القانون بدعم هذا القرار، ومن الممكن أن يجري تعديله مستقبلا لمصلحة المواطن. يخشى بعض المواطنين من أن ينعكس القرار ارتفاعا في أسعار السلع الأخرى، وهذا ما تحاول السلطات ضبطه في هذه المرحلة. البنزين بحسب القرار الأخير أصبح غالي الثمن، وهناك ضغط اقتصادي كبير على المواطن، لذلك على الحكومة إيجاد حلول اقتصادية بسرعة. ليست المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات الإيرانية سعر الوقود، وليست المرة الأولى التي تسجل فيها اعتراضات، خاصة أن المواطن هنا اعتاد على أن يكون البنزين بأسعار رمزية وأن يكون الأرخص بين المواد والسلع منذ عشرات السنوات. ملح مريح، طهران، الميادين. الخارجية الروسية قالت أن موسكو لا تستبعد وجود تأثير خارجي في الاحتجاجات داخل إيران. مدير القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف قال إن زيادة سعر الوقود صبت الزيت على النار، لكن القوى الخارجية تعمل بنشاط. فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم إلى شأن اليمن، حيث وصل رئيس حكومة هادي وعدد من الوزراء إلى عدن قادمين من الرياض، فيما يشهد الجنوب اليمني توترا أمنيا ومواجهات بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا ومسلحين. التقرير لهبة محمد. إلى مزيد من التوتر يتجه المشهد في الجنوب اليمني. يبدو أن اتفاق الرياض لا يسري كما يجب، على الأقل هذا ما يقوله المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي يتهم من وصفها بالقيادات العسكرية الإخوانية في حكومة الرئيس هادي بمحاولة تفجير الوضع في شبوة وبعض المحافظات الجنوبية في تحد لجهود التهدئة. الانتقالي أصدر بيانا ودعا فيه قيادة التحالف السعودي إلى إلزام الطرف الآخر بوقف الاستفزازات التي تعيق تنفيذ اتفاق الرياض، مع تلويح وتلميح بانتهاج خيار التصدي للخروق وفق ما تقتضيه مصلحة الجنوب. إذ استحدثت قوات النخبة الشبوانية نقاطا عسكرية جديدة تمهيدا لرد قاس وغير مسبوق من أجل المعتقلين منها كما تقول، وهو ما أدى إلى توتر أمني وانتشار مسلح للقوات المدعومة من السعودية، فيما دارت اشتباكات في دار السعاد شمال عدن بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا ومسلحين.
وجوا شنت طائرات التحالف السعودي غارتين على مديريتي الظاهر ومجز بمحافظة صعدة بحسب ما أفاد به مصدر أمني يمني لوكالة الأنباء اليمنية. بدورها أفادت وكالة الأنباء السعودية بمقتل اثنين من القوات العسكرية السعودية، وذلك عند الحد الجنوبي المتاخم للحدود اليمنية. ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكريين، ليصبح عدد الجنود السعوديين القتلى منذ مطلع تشرين الثاني نوفمبر الحالي 9 جنود إضافة إلى جندي إماراتي في مواجهة شهدتها الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن. اعتذر رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة جابر المبارك الحمد الصباح لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عن عدم قبول تأليف الحكومة، وكان أمير الكويت قد أقال وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف صباح خالد الحمد الصباح وأنس خالد الصالح بتصريف شؤون الوزارتين. وللمزيد حول ما يجري في الكويت ينضم إلينا من هناك الأكاديمي والإعلامي الدكتور عايد مناع. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. بداية أسألك عن اعتذار رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة عن تأليفه للحكومة، برأيك ما السبب؟ تحياتي لك المشاهدين. الحقيقة السبب واضح، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان يعني من ضمن السياقات التي وردت في الرسالة التي نشرها الشيخ ناصر صباح الأحمد، والتي فيها اتهامات بقضايا أموال لصندوق الجيش الكويتي في لندن، واسمه وارد في هذه الأمور، ويعني بأموال تحولت إليه صدرت عنه، وبالتالي هو يرى نفسه الآن أن يعني عليه اتهام. ولذلك لما كتب رد لسمو الأمير باعتذاره عن التكليف حتى يبرئ ذمته كما قال من هذه الاتهامات التي يعتبرها أنها غير صحيحة، ولذلك هو يريد أن يواجه الحقيقة هذه الاتهامات دون طبعا أن يكون هناك عائق بأنه رئيس الحكومة أو ما شابه. يعني ما الذي يتفاداه عندما يعتذر عن تشكيل الحكومة؟ لا الحقيقة هو أنا أعتقد لا يتفادى، هو الحقيقة يريد أن يواجه القضاء بصفته يعني يدافع عن نفسه بجانب القضائي دون أن يكون هو رئيس الوزراء، لأنه الآن وزير الداخلية وهو الذي كان وزيرا للدفاع، وحدثت التجاوزات التي يتحدث عنها الشيخ ناصر صباح الأحمد في عهده، حاله النائب العام إلى محاكمة الوزراء، وبالتالي سوف يساءل وزير الدفاع، وحتما سيكون رئيس الوزراء طرفا لأن هذه الأموال اتجهت إليه، وبالتالي سيكون يعني ضمن الشهود أو المتهمين. لذلك هو أراد بالفعل أن يتخلى عن المسؤولية وأن يواجه الحقيقة هذه الاتهامات التي مثل ما ذكرت. والأمر ينسحب على وزيري الدفاع والداخلية أيضا في هذه المحاسبة، خاصة أنه أمير الكويت أقال وزيري الدفاع والداخلية، رغم أنه يعني ستشكل حكومة قريبا، رغم أن حكومة تصريف أعمال، إلا أنه أقال. نعم أقالهم الحقيقة، لأن الآن وزير الداخلية كما قلت لك محال إلى النيابة من النائب العام إلى محاكمة الوزراء، وزير الدفاع يعني وجه اتهامات، وبالتالي الأمير أراد أن يقطع الطريق على هذه كلها ويعني يعفي الطرفين بالجانب الرسمي، لكن الجانب القضائي ما زال مستمرا بإجراءاته المعتادة، وكلف وزراء آخرين للقيام بمهام الوقت الحالي إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة. من يكلف رئيس وزراء؟ هذا كله الحقيقة وفقا للماده 56 من الدستور من اختصاص صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد. طيب هذا ما واضح للجميع، لكن ما الذي يخفى من وراء كل هذا التحرك وهذا الحرص وصندوق الجيش؟ هل هي فقط قصه تجاوزات؟ ام هناك ما خفي من وراء هذه الازمه، وهناك في شيء مخفي في الكويت في السياسه الداخليه؟
والله انا اعتقد ان القضيه مي بهذا الحجم من الاخفاء وال يعني الامور واضح، الدستور الكويتي واضح بشكل صريح، يعني من يتولى الاماره ومن يعين ولي العهد ورئيس الوزراء وكل هذه الامور ما في. طيب نحن امام الكل يسال، نحن امام حل لمجلس الامه؟ هذا احتمال ولكن قد لا يكون لحظيا، يعني مجلس الامه الحقيقه هو اللي يعني يمكن اثار الموضوع من خلال الاستجوابات التي تمت، بما فيها استجواب وزير الداخليه المعفى الان منصبه قبل كم يوم الحقيقه استجوابه، واستجواب وزيره الاشغال ووزير الماليه الذي استقال قبل ان يتولى يذهب الى الاستجواب. مجلس الامه يمارس دوره الرقابي، وربما الحقيقه يعني يكون سببا في هذا الذي حدث من الرقابه والانتباه الى بعض الامور. طبعا الشيخ ناصر صباح الاحمد اراد الحقيقه يعني حتى يحصل على اجابه على تساؤلاته التي يقول ان سمو رئيس مجلس الوزراء لم يرد عليها، امتنع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي يعني اظهر بالفعل انه يعني يريد ان يصل الى حل في هذه الاموال التي. طيب هذا الحرص في قضيه كهذه بشكل سريع، هذا الحرص في قضيه كهذه ما دلالاته؟ ما التخوف ان يكون هناك اكثر؟ يعني لماذا حل والتوقف عند هنا؟ هل في تخوف لان يكون شيء هناك اكثر من ذلك؟ لا 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 ابدا ما في تخوف، الامور عاديه، الدستور قلت لك واضح، ينظم كل العمليه ولا اي اشكاليات. واجهنا ما هو أسوأ في ازمه الحكم عندما تم اعفاء الشيخ سعد رحمه الله عليه من المنصب نتيجه وضعه الصحي، وبالتالي يعني تجاوزتها الكويت دستوريا، الامور سائره. الامير الان قرر ان يواجه الموقف بنفسه وهو صاحب الشان المباشر في هذا الموضوع. كل الشكر لك دكتور عايد مناع الاكاديمي والاعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن تقديراته تشير إلى أن حزب قلب تونس غير مشمول بالمشاركة في الحكومة. وقال الغنوشي أن هذا تقدير حركة النهضة كحزب، وهو يأتي التزاما منها بوعودها التي قطعتها سابقا. إلى غزة والقصص التي لا تنتهي عن المجازر الإسرائيلية. عائلة السواركة هي أحدى ضحايا هذه المجازر في العدوان الأخير على غزة. الميادين زارت منزل العائلة والتقت من نجا منها. داخل هذه الحفرة دفن الاحتلال أرواح 8 من الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. فتحت جنح الظلام رسمت أجساد الأطفال المتناثرة في هذا المكان مشهدا مروعا لا يغيب عن ذاكرة الغزاويين. وسادة وحقيبة مدرسية وبعض أحلام بحياة آمنة باتت أثرا بعد عين. هكذا بدا المشهد فيما تبقى من بيت عائلة السواركة بعد تمزيق 4 من صواريخ الاحتلال لأجساد سكانه. هذه صواريخ لمعاقل عسكرية، والله ما هي لبيوت ولا الكشك ولا الكرفان، هذه تستعمل المعاقل العسكرية، يعني جندي مقابل جندي، جيش مقابل جيش، إنما يقصف بها أطفال علما بأنهم عندهم معلومات أكم طفل عنده. شيء لا يطاق، أنا ما جيتش إلا بعدين، الأرض انشالت ثم انحطت، انظر الأرض محروقة. لم تنتهي الحكاية عند هذا الدمار الذي سلب أرواح 8 من أفراد هذه العائلة. فمن بقي على قيد الحياة بات وحيدا متألما.
رابع صاروخ عبط في المصورة، ولد عمي طار القناوين عند البير فوق، وأخوه القناوين مدفون، كان مهند أخوي تحتي أبو الله يرحمه، مهند الله يرحمه، سالم الله يرحمه، براس الله يرحمه، عمتي الله يرحمه، وسيم الله يرحمه، معاذ الله يرحمه، عمتي الثانية الله يرحمه. أحمد شلدان، غزة، الميادين. كشفت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين بفيديو حصري للميادين عن إطلاقها عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي الأخير، وأضافت أنها تمكنت للمرة الأولى من استهداف مدينة تل أبيب بصاروخ محلي الصنع ضمن رشاقاتها الصاروخية، ردا على اغتيال الاحتلال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا. اعتادت قوات الاحتلال على الأطفال والأهالي والصحفيين على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وذلك خلال وقفة داعمة للصحافي الجريح معاذ عمارنة، ولم يردع وجود تلاميذ أطفال عائدين من المدرسة قوات الاحتلال عن إطلاق قنابلها الدخانية بكثافة باتجاههم، ما أثار الرعب في صفوفهم. ثبت الجيش الأمريكي قواعد له في حقول النفط في الحسكة ودير الزور، فيما سيرت روسيا وتركيا دورية جديدة لمراقبة انسحاب المقاتلين الكرد تنفيذا لاتفاق سوتشي. مشهد ميداني معقد لا تستبعد دمشق أن يمهد لإطلاق مقاومة عسكرية ضد الأمريكيين. محمد الخضر. دورية روسية تركية هي السابعة لمراقبة انسحاب الوحدات الكردية من الحدود السورية التركية. تجوب الآليات المسافة بين القامشل والمالكية بطول 62 كيلو مترا، دورية تلي انتشار الجيش السوري على مسافة تزيد على 200 كيلو متر من أطراف رأس العين مرورا بالدرباسية والقحطانية والمالكية إلى عين ديوار. مشهد معقد في مكوناته أيضا تحرك تركي ضمن الأراضي السورية بذريعة إبعاد المقاتلين الكرد. هذه الدوريات هي ليست مستدامة بل هي مؤقتة، لأنه في نهاية الأمر سيتم العودة إلى اتفاقية أضنة سواء بالخيار السياسي أو بالخلاف العسكري كما تحدث الرئيس الأسد سابقا في لقاءاته الأخيرة. عودة مئات الجنود الأمريكيين إلى أرياف الحسكة تربك المشهد الميداني. من حقول النفط اتخذ الأمريكيون مقر وقواعد لهم، أكثر من 600 جندي أبقاهم البنتاغون بهدف منع دمشق من استعادة ثرواتها النفطية، اعتداء ترجح دمشق مواجهته بمقاومة شعبية تجبر الأمريكيين على المغادرة. الشعب السوري لن يتخلى عن موارده النفطية ولا عن مياهه ولا عن حبة قمح ولا عن حبة زيتون من أشجار إدلب ولا حبة قمح من بيادر الحسكة ودير الزور، ولذلك على الأمريكي أن يعلم أنه غاز ومحتل وأن الشعب السوري متمسك بكل ثرواته وبكل موارده وخيراته. الروس بدورهم وسعوا حضورهم العسكرية حماية للدوريات المشتركة مع تركيا حاليا، وترسيخا لحضورهم في منطقة حيوية قرب الحدود عبر نشر مروحيات ونظام دفاع جوي من نوع بنتسير وعشرات الآليات والمدرعات. بين الاتهامات الروسية المباشرة للأمريكيين بنهب النفط السوري وتلويح دمشق بالمقاومة لإخراج الأمريكيين من أراضيها، يتجه الوضع الميداني إلى ضغط جدي على واشنطن يفرض عليها المغادرة أو تحمل تكلفة بقاء غالية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. إلى أليسار كرم وأخبار الاقتصاد. إليك أليسار، تفضلي. شكرا علاء. أهلا
بكم. أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان أن هناك 18 ملفا تتعلق بارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال واحتلال أملاك عامة يجري حاليا التحقيق فيها. الرئاسة أكدت أن هذه الملفات يخضع كل منها لصلاحية جهة محددة وأحيلت على النائب العام المالي، وبعضها وصل إلى المحاكم في المحافظات بحسب الصلاحية. قال نائب رئيس مجلس النواب في لبنان إليل فرز لأن اللجان المختصة التي يترأسها حاليا تعمل بشكل سريع لإقرار قوانين ترفع سرية المصرفية عن المسؤولين في السلطة وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتعزيز الشفافية، مؤكدا أن المسار القانوني هذا يعد ضروريا لمواجهة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. واللجان المشتركة أخذت قرار لي سمح دولة الرئيس أني أنا أترأسها، أخذت قرار أنها تعمل 3 أو 4 اجتماعات كل أسبوع، اجتماع قبل الظهر وبقية الاجتماعات ستتم ليلا أو في المساء ساعتين 3 لحتى ننجز كل اقتراحات القوانين أو مشاريع القوانين المحالي واللي هي موضوع درس، كي تقوم بإناء كل القوانين والإطار التشريعي لما يسمى المعركة ضد الفساد التي هي معركة محقة ومطلبية ومهمة، وهي مطلب كل مخلص من البلد وخاصة مطلب معظم السادة الزملاء النواب الذين يرون فيها الخلاص الحقيقي. من جهته أكد النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن الملفات التي تحمل شبهات فساد والمقدمة إلى القضاء لم تسلك طريقها إلى المحاسبة بسبب القوانين التي تحظر محاكمة النواب والوزراء الحاليين والسابقين أمام القضاء العادي، داعيا المجلس النيابي إلى إقرار اقتراح قانونين يتيحان للقضاء المالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كبار الفاسدين والناهبين للمال العام. نحن في عنا اقتراحين، إذن اقتراح أول له علاقة بالموظفين، كل الموظفين اللي بعضهم كان يشعر بالحصانة لأن الوزراء كانوا مغطيينهم أو الجهات المختصة كانت مغطيتهم، كانوا يمارسوا ممارسات خاطئة لها علاقة بالمال العام وبنوا ثروات طائلة على حساب المال العام وما حدا قدر لحقهم لأنه كان عليهم غطاء من زاوية قانونية ومن زاوية سياسية أيضا. اليوم لازم يرفع هذا القضاء بالقانون، عم نرفع هذا الغطاء بدنا نرفعه أيضا بالموقف السياسي لكل القوى السياسية. فإذا اقتراح له علاقة بالموظفين واقتراح له علاقة بالوزراء، وهيك بنكون ألغينا هذه الحصانات التي تستر فيها بها من مد يده إلى المال العام، وبنكون قلنا له للقضاء ما عاد مقبول أي ذريعة وأي حجة. أنا واحد من الناس اللي ربما الأكثر معاناة مع السلطة القضائية في لبنان. انطلقت فترة الاكتتاب العام في أرامكو السعودية يوم أمس على أن تستمر حتى 4 من كانون الأول ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تستمر حتى 28 من الشهر الحالي للأفراد. أرامكو ستحدد في 5 من كانون الأول ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، علما أن النطاق السعري يراوح بين 8 دولارات و8.5. الشركة العملاقة ستبيع 1.5% من أسهمها، وكانت قد حددت قيمتها يوم أمس بما بين 1600 مليار دولار و 1710 مليارات، ما يعني أن قيمة الاكتتاب ستراوح بين 24 مليار دولار و 25 مليارا و 600 مليون دولار. بهذا الخبر نختم أخبار الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك علا. كل الشكر لك يا لسار. في بوليفيا تظاهرات حاشدة للسكان الأصليين دعما للزعيم إيفو موراليس. قاسٍ هو هذا الوداع. مزارعون بوليفيون من مناصري الرئيس المستقيل إيفو موراليس قتلتهم قوات الشرطة في بلادهم، خرجوا في تعبير ديمقراطي عن رفضهم تنصيب رئيسة جديدة هي جانين أنياز التي يعدونها غير شرعية لبلادهم، فكان الرصاص في الصدور نصيبهم. بالتوازي مع مراسم تشييعهم كانت التظاهرات تخرج في غير منطقة في البلاد. المتظاهرون حملوا صورا للضحايا وطالبوا باستقالة أنياز وعودة موراليس إلى الحكم.
أصبحت رئيسة منذ أيام وقتل 27 شخصا خلال هذا الوقت. لا نريد ترك الشارع، عليها أن تستقيل لينتهي كل هذا فورا، نريدها أن تستقيل. أبكي لأجل شعبي، أنا عجوز لتحمل كل هذا، لقد قاتلت طويلا للحصول على منزل، هذا البلد قاتل طويلا والآن يريدون أخذ كل هذا منا. الأزمة التي بدأت سياسية في بوليفيا على خلفية رفض المعارضة نتيجة الانتخابات الرئاسية تتحول يوما بعد يوم إلى أزمة معيشية خانقة، فالاحتجاجات التي تنتهي بالقمع والاعتقالات في غير منطقة على امتداد جغرافيا البلاد باتت سببا يوميا لقطع الطرقات، أمر يمنع وصول مواد أساسية من غذائية وعلاجية إلى مدن بينها العاصمة لاباز. أنياز المحافظة أبدت موافقتها على إجراء انتخابات مبكرة، ولكن بالتوازي مع إجراء تغييرات واسعة في السياسة الخارجية لبوليفيا، إذ اعترفت بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا وطلبت من دبلوماسي كاراكاس مغادرة بوليفيا، واتهمت كوبا بالتحريض على الاضطرابات بعد استقالة موراليس عن طريق بعثات الأطباء العاملين على أراضي بوليفيا، فعاد كثر منهم إلى هافانا، إضافة إلى إعلانها انسحاب لاباز من كتلتين إقليميتين هما ألبا أو المعاهدة البوليفارية لشعوب أمريكا وأونيسور أو اتحاد أمم أمريكا الجنوبية. كل هذا يستمر في إثارة قلق البوليفيين على مستقبلهم في البلاد التي ظلت أكثر من 12 عاما خط دفاع أساسيا عن مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية تحت حكم إيفو موراليس. وأيضا مشاهدينا، نحن وصلنا إلى ختام هذه الظهيرة ولم يبقى إلا تذكير بعناوينها. تظاهرات بين ساحتي التحرير والخلان في بغداد وقطع طرقات في النجف والطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر أكبر موانئ العراق. الرئاسة اللبنانية تؤكد وجود 18 ملف فساد قيد التحقيق تشمل ارتكابات مالية وهدرا وفتح معظم الطرقات في البلاد. الحكومة الإيرانية تتحدث عن استخدام أسلحة وعنف ممنهج خلال الأحداث الأخيرة، وموسكو لا تستبعد تأثيرا خارجيا. رئيس الحكومة الكويتية المستقلة يعتذر عن عدم التأليف، والأمير يقيل وزيري الدفاع والداخلية من مهاميهما في تصريف الأعمال. اشتباكات بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا ومسلحين شمال عدن، رئيس حكومة هادي وعدد من وزرائه يعودون إلى المدينة. سالم الله يرحمه، براس الله يرحمه، عمتي الله يرحمه، وسيم الله يرحمه. وكان في النشرة الميادين في منزل عائلة السوركة أوجاع أسرة مزق الاحتلال أجساد أطفالها في مشهد لا يغيب عن ذاكرة الغزاويين. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا دائما لطيب المتابعة، إلى اللقاء.